السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بليف اويسس دينزجيت. العمارة ليف اويسس دينزجيت موجودة بنصف السيتي سنتر بمانشستر. ان شاء الله بسبتمبر حيكون عندنا عمارة جديدة اسمها ليف اويسس بيكاديلي. ليف اويسس بيكاديلي ان شاء الله بالعمارة حيكون في عندكم ستادي لاونج وجيمز اريا اللي هي غرفة الدراسة اللي غرفة الالعاب. بليف اويسس دينزجيت عندكم الباص ستوب هناك اللي هو ممكن ان شاء الله تاخذوه وتروحوا على الجامعة، حسب الجامعة اللي تدرس فيها ممكن تروحوا مشي او ممكن تروحوا بالباص. عندكم هنا الكونسيرج سيرفيس، هاي مايتا. الكونسيرج هنا موجوده لعندكم اي اسئله، اي مينتنس ايشوز ان شاء الله، لعندكم اي مشاكل بالشقه او عندكم اي اسئله ممكن وين تروحوا تدرسوا، وين تروحوا تاكلوا، وين ممكن تتمشوا. تفضلوا معي على الشقه. هذا واحد من الاستديوز الموجود بدينزجيت. الاستديو هذا شبه الاستديوز ان شاء الله هتفتح ببيكاديلي اللي هي ليف اويسس بيكاديلي بسبتمبر. تفضلوا معي الاستديو. وعندنا هنا التخت، التخت هنا موجود تحت عندكم ستورج اريا اللي هو مخزن، ممكن تحطوا اغراض اكثر. ورا التخت عندكم كمان لمبه، اللمبه هي ممكن تساعدكم بالكتب، ممكن تقروا كتاب وانتم قاعدين على التخت. وعندكم كمان الباد سايد تيبل مور ستورج كمان. وعندكم هنا الخزانه اللي هي ممكن تحطوا فيها اغراضكم. وبالخزانه كمان في عندكم السيف بوكس، السيف بوكس هذا معمول لتحطوا فيه جوازكم، لتحطوا فيه مثلا الفاليوبلز اللي هو الاشياء اللي تعز عليكم. عندكم هنا منطقه الدراسه، المنطقه الدراسه هاي ان شاء الله حيكون فيها عندكم ستورج فوق، وفي عندكم ستورج كمان تحت اللي هو الدرورز هناك. وعندكم هنا الكرسي المريح اللي يساعدكم الدراسه وان شاء الله عشان تنجحوا امتحاناتكم. بالمطبخ عندكم هنا الغاز وعندكم الفرن، وفوق الغاز كمان عندكم هنا المروحة ان شاء الله لما تطبخوا، عشان المروحة اللي هنا ممكن تاخذ كل الطبخ والريحة لفوق. عندكم مايكروويف كمان، تحت المايكروويف في كمان عندكم الواشنج ماشين والدراير اللي هو غسالة والنشافة. عندكم هنا الثلاجة والفريزر. عندكم هنا تلفزيون، التلفزيون هذا اللي هو سمارت تي في، ممكن تتفرج عليه امازون برايم او نتفليكس. التلفزيون كمان هو تلتنج تي في اللي ممكن تتفرج عليه وانتم قاعدين على الكنباي او ممكن وانتم قاعدين على التخت. وعندكم كمان هنا الكوفي تيبل ممكن تحطوا عليها شاي قهوه شويه اكل وانتم قاعدين تاكلوا وتتفرجوا على التلفزيون. وراه موجود الحمام، بالحمام عندكم اللي هو التاول هيتنج اللي هو الهيتنج حق المنشفه، وان شاء الله حنوريكم الحمام هلا. وعندكم هنا الشاشه هذه بتتحكم بكل الشقه، الشاشه هذه ممكن تتحكم بالستاير، ممكن تفتحوا الستاير او تقفلوا الستاير، ممكن كمان تتحكموا بدرجه الحراره تبع الشقه، ممكن تحطوها فوق او تحت، وكمان ممكن تتحكموا بضوء الشقه، لو ممكن تطفوا الضوء وتشعلوا الضوء، وكمان حتى لو مو ملاقين ريموت التلفزيون ممكن تتحكموا هنا كمان بالتلفزيون. شكرا على جيدكم على ليف اويسس. زي ما ورجناكم اليوم اللي هو اللكجري استوديو، ان شاء الله حيكون في عندنا شبهه ببيكاديلي اللي هو حنفتحه بسبتمبر. كلمونا، ممكن تتصلوا فينا او ممكن تبعتوا لنا ايميل، حتى ممكن تروحوا على الويب سايت اللي هو ypp.co.uk، ممكن تعملوا الاستعلام من هناك، حتى ممكن تكلموني انا اللي هو الكونسلتنت العربي. شكرا وتشرفنا فيكم.